السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا المحاضرة رقم 14 في بلوك الريسبيريشن، وفي الفسيولوجي هي المحاضرة رقم 7. في المحاضرات السابقة تكلمنا كده على كل خطوات الريسبيريشن. الخطوة الأولى وهي الفنتيليشن، انتقال الهواء من الأتموسفير إلى داخل اللونج. والخطوة الثانية وهي الديفيوجن، تبادل الغازات اللي بيحصل بين الدم، بين الجازز اللي في الدم مع الجازز اللي موجودة في اللونج. ينتقل الأكسجين من اللونج للدم والCO2 من الدم إلى اللونج. ثم الخطوة الثالثة وهي الترانسبورت أو الكاريج، حمل الأكسجين من اللونج إلى التيشوز، كان ليها محاضرة، وحمل CO2 من التيشوز إلى اللونج، كان ليها أيضا محاضرة منفصلة. والخطوة الرابعة وهي تكرار للخطوة الثانية لكن بشكل معكوس، هي عملية جاز اكستشينج أخرى لكن بتتم آت التيشوز، ينتقل فيها الأكسجين من الدم إلى التيشوز وينتقل فيها CO2 من التيشوز إلى الدم، كله محكوما بالبريشر جريدينت. بعد اكتمال كلامنا عن خطوات الريسبيريشن وصلنا إلى ريجوليشن أوف ريسبيريشن، كيف يتم عملية تنظيم التنفس؟ مين المتحكم في التنفس؟ هل التحكم فيه فولنتري ولا انفولنتري كنترول؟ فالواقع ان الريسبيريشن عليه دبل كنترول، فولنتري كنترول وانفولنتري كنترول او اوتوماتيك كنترول. ناخد بالنا اوتوماتيك وليس اوتونوميك، لان عضلات الريسبيريشن عضلات سكليتال، عضلات فولنتري كنترولد، والاعصاب اللي بتغذيها اعصاب سوماتيك وليست اعصاب اوتونوميك. فالتحكم في الريسبيريشن اما فولنتري او اوتوماتيك. اي فولنتري كنترول زي ما بتحكم في الهاند، بتحكم في الالبو، بتحكم في اللور ليمب، عضلات السكليتال، بيكون بدايه الاشارات من الموتور اريا اوف سيريبرال كورتكس، من القشره المخيه في ايه مراكز الحركه. فايضا في تحكم على التنفس ارادي، لكن ايضا في تحكم اوتوماتيك يعتبر لا ارادي، والاراده في الكورتكس. أما أي تحكم لا إرادي إذن مش في الكورتكس، يبقى لها مراكز تحكم بعيدا عن الكورتكس موجودة الخاصة بالريسبيريشن في البونز والميدلة. طيب ليه اتعمل فولنتري كنترول وأوتوماتيك كنترول؟ اشمعنى الريسبيريشن اللي عليه الدبل كنترول؟ وده للحاجة ليه طبعا. بالتأكيد الأوتوماتيك كنترول مهم جدا، لأن احنا محتاجين تنفس باستمرار 24 ساعة حتى وإحنا نايمين. فتو مينتين الريسبيريشن باستمرار، ما ننشغلش بيه حتى واحنا نايمين يفضل شغال، كان لازم يكون فيه اوتوماتيك كنترول. طيب كان ايه اهميه الفولنتري؟ ما كان يكون اوتوماتيك وكفايه؟ لا، فولنتري كنترول مهم، لان بحتاج احيانا التحكم الفولنتري في الريسبيريشن، زي لو واحد هيعوم تحت الميه كان لازم يكون عنده تحكم في الريسبيريشن انه يكتم نفسه. لو انا عايز انفخ في شيء فكان لازم يكون عندي فولنتري كنترول عشان اقدر ازود كميه الهواء اللي طالعه في الاكسبيريشن. عشان اثناء الكلام عباره عن صوت بيطلع من جهاز تنفسي مرورا باللارينكس، اللارينكس هي مصدر الصوت، لكن الصوت عشان يطلع لازم اهتزاز الفوكال كورد وهواء يكون طالع، فلازم يكون في كنترول على الاكسبيريشن علشان الواحد يتمكن من إخراج الكلام. فالتحكم في التنفس في معانا تحكم من الكورتكس، من الموتور إيريا في الكورتكس، طبعا ده إن شاء الله مع السين إس نتكلم على الكلام ده، تمام. ينزل من الكورتكس في تراكس، تنزل بعد كده إلى سباينال كورد، وبعدين يبدأ يطلع من السباينال كورد التو فرينيك نيرفز والإنتركوستال نيرفز اللي هتغذي الدافراج والإنتركوستال موسلز. يا اما الاوتوماتيك كنترول من خلال ريسبيراتوري سنتر الموجود منه اجزاء في الميدلا اوبلونجاتا ومنه اجزاء في البونز. فرينك نيرف بيطلع من سباينال كورد من سي 2 و3 و4 والانتركوستال نيرفز من كل الثوراسيك سيجمنتس. اللي بيبين معانا اهميه وجود الاوتوماتيك كنترول في ريسبيريشن، احدى الاساطير القديمه او اسمها لعنه اوندين او انديانز كورس، دي كانت قصه بتحكي على ان في احد عرايس البحر
خانها زوجها، وبعد كده يعني تسلطت عليه لعنة انه يتوقف نفسه لما ينام، يعني يعتمد فقط على الفولانتري كنترول فيسبيريشن. في شبهها حاليا مرض، طبعا مش مهم بالنسبة لنا، مرض نادر وهو الكونجينيتال سنترال هايبوفنتيليشن سندروم، بيحصل في واحد لكل 30 مليون شخص. ده عبارة عن سيفير فورم من سليب ابنيا، ان اول ما الواحد يدخل ينام نفسه يتوقف. يبقى ده اهمية وجود اوتوماتيك كنترول ريسبيريشن، ان الانسان كان كونتينيو ريسبيريشن حتى اثناء النوم. ريسبيراتوري سنتر المتحكم في الريسبيريشن، هنا ليه اجزاء في الميدالا اوبلونجاتا واجزاء في البونز، فبيتكون من ميدالري سنترز ومن بونتاين سنترز. في الميدالا في معانا تو جروبس من النيرونز، دورزال والفنترال ريسبيراتوري جروب اوف نيرونز، مجموعه في الدورزال ومجموعه في الفنترال، وحديثا تم اكتشاف مجموعه اخرى وهي البريبوتزينجر كومبلكس. دول في الميدالا. اما البونتاين سنترز اثنين، ابنوستيك سنتر ونيموتاكتيك سنتر. نبدأ ناخدهم واحد واحد. دي أماكنهم. أولا في الميدالا أوبلونجاتا معانا الدورزال ريسبيراتوري جروب أوف نيرونز، ويعلوها هنا البريبوتزينجر كومبلكس. بعد كده في الفنترال بارت الفنترال ريسبيراتوري جروب أوف نيرونز، دول في الإيه في الميدالا. في البونز معانا تو سنترز، واحد في اللور بارت أوف بونز وهو الأبنوستيك سنتر، واحد في الأبر بارت أوف بونز وهو النيموتاكتيك سنتر. نبدأ بأول جروب من النيرونز وهي الدورزال ريسبيراتوري جروب أوف نيرونز. الدورزال ريسبيراتوري جروب أوف نيرونز كونتين أي نيرونز أو إنسبيراتوري نيرونز. خلاياها إنسبيراتوري، يعني لو عملنا ستيميوليشن لخلاياها وخلاياها عملت ديشارج يترتب عليها إنسبيريشن. هو دايما في السي إن إس لما يكون أي خلايا عصبية عايزين ندرس وظيفتها مش عارفين دي بتعمل إيه، نروح نديها إلكتريكال ستيميوليشن ونشوف إيه اللي يحصل. ما حصلش شيء، طب نعمل لها دامج ونشوف ايه اللي يفقد. فالدورزال ريسبيراتوري جروب اوف نيرونز باي الكتريكال ستيميوليشن راح حصل انسبيريشن لكل خلاياها، فكل خلاياها انسبيراتوري. دي موجوده من اسمها في الدورزال بورشن من الميدالة، تعتبر البسميكر اوف ريسبيريشن، وان كان بعد كده اللي اتضح انه البسميكر الفعلي للريسبيريشن هو البريبوتزينجر كومبلكس، وهو اللي بيقوم بالوظيفة اللي هنذكرها عن الدورزال ريسبيراتوري جروب اوف نيرونز. لكن هو حتى الآن ما زالت الكتب، بعض الكتب يعني بيكتب ان الدورزال ريسبيراتوري جروب اوف نيرونز هي المسؤولة عن جنريشن اوف بيزك ريزم اوف ريسبيريشن. طب نفهم الأول بعدين نكمل. دورزال ريسبيراتوري جروب مسؤولة عن الانيشيشن او الجنريشن اوف بيزك ريزم اوف ريسبيريشن. ما هو البيزك ريزم اوف ريسبيريشن؟ عبارة عن انسبيريشن followed immediately by expiration ثم expiratory pause. احنا بنتنفس كده inspiration followed immediately by expiration ثم فترة توقف بنسميها expiratory pause، ثم تتكرر السايكل مرة اخرى بنيو inspiration. اللي عمل كل الرزم ده هي الدورزال respiratory group of neurons. الخلايا بتاعتها بتروح عاملة، هي مخلوقة كده طبيعتها كده شغالة كبسميكر بالشكل ده، هي الانيشيتور، تروح عاملة ديشارج then stop ديشارج، تعمل ديشارج لمدة ثواني ثم تتوقف، بعدين ديشارج مرة أخرى ثم تتوقف. كل ما تعمل ديشارج وهي inspiratory neurons، أول ما تعمل ديشارج يحصل inspiration، ينقبض ديافراج وينقبض intercostal muscle فيحصل inspiration. تتوقف عن الديشارج يرتخي الديافراج ويرتخي الانتركوستال ماسل فيحصل expiration. احنا عرفنا ان الانسبيريشن اكتيف بروسيس يحتاج الى ماسل كونتراكشن، والاكسبيريشن الطبيعي باسيف بروسيس لا يحتاج الى ماسل كونتراكشن. فاللي عمل النورمال انسبيريشن والنورمال اكسبيريشن هي الدورزال ريسبيراتوري جروب اوف نيرونز. يبقى دي خلايا موجوده في الدورزال بورشن اوف ذا ميدالا شغاله باستمرار ديشارج ثم ستوب ديشارج ثم ديشارج اخر وستوب ديشارج. كل ما تعمل ديشارج يحصل انسبيريشن، ستوب ديشارج يحصل expiration، فهي generate the basic rhythm of respiration.
حديثا تم اكتشاف ان دي وظيفة البريبوت زينجر كومبلكس، هو اللي بيعمل الكلام ده، هو البسميكر الحقيقي للريسبيريشن. واتضح انه بيدمج للدورز على الريسبيراتوري جروب اوف نيرونز استمر البيزك ريزم اوف ريسبيريشن، لكن الدورزال جروب بالتاكيد هي انسبيراتوري نيرونز، بس اتضح انها بتبعت اشاراتها الى البريبوت زينجر كومبلكس، والبريبوت زينجر هو اللي ليه اتصال مباشر بعد كده بالفرينك والانتركوستال نيرفز. لكن خلاص الكلام بروفد ان البريبوت زينجر كومبلكس هو المسؤول عن البيزك ريزم اوف ريسبيريشن. الجروب الثاني من النيرونز وهي الفنترال ريسبيراتوري جروب اوف نيرونز، وهي خلايا في النورمال كوايت بريثنج ان اكتيف، ما بتعملش اي ديشارج. طيب ما بتعملش اي ديشارج، طب ايه وظيفتها؟ نبدا نستكشف وظيفتها، ندي الكتريكال ستيميوليشن. بعض الخلايا باي الكتريكال ستيميوليشن عملت انسبيريشن فسموها اي نيرونز، انسبيراتوري نيرونز. بعضهم باي الكتريكال ستيميوليشن عمل اكسبيريشن فسموهم اي او اكسبيراتوري نيرونز. اذا هي خلايا بتعمل انسبيريشن وخلايا اخرى بتعمل اكسبيريشن، لكن في النورمال ان اكتيف، في النورمال بريثنج ان اكتيف. فقالوا يبقى اذا دي بتتدخل مع الديب انسبيريشن والديب اكسبيريشن. النورمال انسبيريشن يكفينا في الديشارج اوف الدورزال جروب اوف نيرونز او البريبوت زينجر كومبلكس. طب حبيت اخد نفس اعمق، يبقى عايز يتدخل معايا عضلات اخرى، اكسسوري ماسلز اوف انسبيريشن، المتحكم فيهم نيرونز في الفنترال ريسبيراتوري جروب اوف نيرونز. طيب اما الاكسبيريشن، فالنورمال اكسبيريشن اصلا باسيف، بمجرد توقف البريبوت زينجر كومبلكس يحصل النورمال اكسبيريشن. لكن لو حبيت اعمل فورسد اكسبيريشن، لا هنا فورسد اكسبيريشن يحتاج الى ماسل كونتراكشن، فيحتاج الى ديشارج من نيرونز، فالمسؤول عن الفورسد اكسبيريشن هي الفنترال ريسبيراتوري جروب اوف نيرونز. اذا الميدالري سنترز، الدورزال ريسبيراتوري جروب اوف نيرونز مع البريبوت زينجر كومبلكس هم اللي عملوا النورمال انسبيريشن والنورمال اكسبيريشن. والفنترال ريسبيراتوري جروب اوف نيرونز بتتدخل مع الديب انسبيريشن ومع الديب اكسبيريشن. طيب دي وظائف ميدالري سنترز، طب يا ترى ايه وظائف البونتاين سنترز؟ معانا تو سنترز في البونز، واحد في اللور بارت اوف بونز هو الابنوستيك سنتر، واحد في الابر بارت اوف بونز وهو النيموتاكتيك سنتر. الابنوستيك نيرونز، الابنوستيك سنتر وظيفته انه سند كونتينيوس اكسايتاتوري امبلسز للدورزال ريسبيراتوري جروب اوف نيرونز، هو دوره يعمل لها continuous excitation فقط. والنيموتاكتيك سنتر دوره control switch off point of respiration، switch off كأنه بيطفي النور أو بيطفي excitation على الدورزال جروب اوف نيرونز. يعني ممكن نتخيل كده دورزال respiratory جروب اوف نيرونز كأنه جهاز كهربي ليه زرار، الابنوستيك سنتر بيروح دايس على الزرار continuously فيعمل لها continuous excitation. النيموتاكتيك سنتر يروح شيل ايده من على الزرار، يروح عامل switch off يطفيه، بحيث ان النيموتاكتيك سنتر هو اللي هيحدد لي الديبس اوف ريسبيريشن. يعني الابنوستيك يبعت للدورزال جروب اوف نيرونز انها تبدا انسبيريشن وتستمر في الانسبيريشن، واللي يطلب بعد كده ستوب ويتوقف الانسبيريشن عشان يبدا اكسبيريشن هي الابنوستيك، هو النيموتاكتيك سنتر. يبقى كان البونتاين سنترز عامله كنترول على الميدالري سنترز، هي اللي بتحدد الانسبيريشن يستمر لغايه امتى وامتى يبدا الاكسبيريشن وينتهي امتى. وهيوضح وظيفه كل سنتر بالليجن، يا ترى لما نستغني عن هذا السنتر ايه اللي هيترتب عليه. قبل ما نتكلم على الافكت اوف ليجنز للسنتر عشان هنحتاج الفيجاس نيرف هل هو انتكت ولا كات، نتكلم على هيرينج باور ريفلكسز عشان نستكمل فكرتنا عن الريسبيراتوري سنتر والكنترول على الريسبيريشن. الهيرينج باور ريفلكسز هما تو ريفلكسز، واحد اسمه هيرينج باور انفليشن ريفلكس بيحصل اثناء الانفليشن اوف لانج الفيولاي لما بننفخ اللانج بالهواء، والتاني عكسه هيرينج باور ديفليشن ريفلكس لما نفضي اللانج من الهواء. الهيرينج باور انفليشن ريفلكس
ان اول ما يحصل انفليشن اوف لانج الفيولاي وتتملي بالهواء، بس طبعا زي ما هنشوف تحت كده انه مش اي انفليشن، لا ده عايزه تايدال فوليوم اكتر من النورمال بثلاث اضعاف. عشان كده هي ريفلكسز مش مهمه، بس احنا بناخد منها معلومه معينه عايزين نوصلها، هي علاقه او دور الفيجاس نيرف. لو التايدال فوليوم تخطى ثلاث اضعاف النورمال، طبعا النورمال تايدال فوليوم حوالي نص لتر، يعني وصلنا لواحد ونص لتر او اكتر، في الحاله دي بيحصل ستريتش للستريتش ريسبتورز اللي في الالفيولاي، بيروح طالع منها افرنت بيمشي في الفيجاس نيرف، هيصل الى الريسبيراتوري سنتر، هيصل تحديدا للابنوستيك سنتر، يعمل له انهبيشن. يبقى انا كده في اتنين عاملين انهبيشن للابنوستيك سنتر، قلنا النيموتاكتيك سنتر بيعمل انهبيشن للابنوستيك، وادي هنا كمان فيجاس نيرف هنشوف على الرسمه حاليا. اول ما نعمل له انهبيشن، طب ده كان ايه دوره الابنوستيك سنتر؟ كان بيعمل كونتينوس اكسايتيشن لدورزال جروب اوف نيرونز اللي بتعمل انسبيريشن. مين هيعمل له انهبيشن؟ الفيجاس نيرف. امتى؟ لما اللنج اتملت بالهواء فتتوقف عن الدشارج فيحصل اكسبيريشن. يعني كان مع بدايه الانسبيريشن تنتفخ اللنج بالهواء، اول ما تمتلئ عند حد معين وهو لتر ونص تروح بعته في الفيجاس نيرف انهبيشن لريسبيريشن، فيتوقف ريسبيراتوري سنتر فتبدا اللنج تفضي الهواء اللي فيها. يبقى هي عمليه تنظيميه بين اللنج وبين ريسبيراتوري سنتر عشان يفهم اللنج اتملت لغايه فين. عكسه بالظبط الهيرنج باور ديفليشن ريفلكس، ان لما يحصل برضه ماركت ديفليشن، يبقى في الانفليشن برضه عاوزنا ماركت انفليشن، وفي الديفليشن برضه عشان يحصل هذا الريفلكس عايزين ماركت ديفليشن اوف لانج الفيولاي. هيحصل هيحس بهذا الديفليشن نوع من الريسبتور، ممكن نسميها لانج ديفليشن ريسبتور او يسموها جي ريسبتور او جاكستا كابيلاري ريسبتورز، لانها موجوده بجوار الكابيلاريز اللي حوالين الالفيولاي. برضه هتبعت في فيجاس نيرف، لكن هتصل الاشاره الى الابنوستيك سنتر تطلب منه او هيفهم منها ان اللنج فضت الهواء اللي فيها، فيبدا يحفز عشان يبدا نيو انسبيريشن، فيروح عامل ديشارج يصل من خلال الفرينك والانتركوستال نيرفز الى ريسبيراتوري ماسلز فيحصل انسبيريشن. معنى كده ان الماركت ديفليشن اوف لانج الفيولاي بهذا الريفلكس يؤدي في النهايه الى بدايه نيو انسبيريشن. بالريسبتور دي وبهذا الريفلكس اتفسر بيها الديسنيا اللي بتحصل في عيانين الليفت سايد هارت فيلير، يمكن ده ذكرناها مع الديسنيا، وان الليفت سايد هارت فيلير ممكن الديسنيا اصلا تفسر بان في ضعف في البامبنج اوف ذا هارت، فبالتالي الاكسجين سبلاي للتيشوز بيقل، وممكن منها يفسر ليه في ديسنيا بسبب نقص الاكسجين في الدم ممكن. لكن ايضا في تفسير اخر ان الليفت سايد هارت فيلير بيتراكم الدم في الرايت في الليفت اتريوم ويتراكم في البلمونري فيزلز فيحصل بلمونري كونجيشن. البلمونري كونجيشن ده او انتفاخ البلمونري فيزلز بالدم ده بيعمل سنسيتايزيشن للجي ريسبتورز اللي يخليها ما بتنتظرش يحصل ماركت ديفليشن، ان مع اي شويه ديفليشن تروح عامله انسبيريشن، فتلاقي العيان ايه بينهت بسبب ان مع اي شويه ديفليشن يروح داخل على طول في انسبيريشن. يبقى كده ايه نشوف علاقه السنترز ببعض. الدورزال ريسبيراتوري جروب اوف نيورونز ومعاها البريبوتزينجر كومبلكس هقول ده المسؤول عن البيزك ريزم اوف ريسبيريشن، ديشارج فيحصل انسبيريشن، ستوب ديشارج يحصل اكسبيريشن. والفنترال ريسبيراتوري جروب اوف نيورونز دي فيها انسبيراتوري واكسبيراتوري نيورونز ان اكتيف ات ريست، تشتغل فقط مع الفورسد انسبيريشن او فورسد اكسبيريشن. معانا بعد كده في البونز الابنوستيك سنتر، وده بيبعت كونتينوس اكسايتيشن للدورزال ريسبيراتوري جروب اوف نيورونز، يبقى ده على طول بيعمل كونتينوس اكسايتيشن. مين يعمل له انهبيشن الابنوستيك سنتر؟ اثنين، النيموتاكتيك سنتر بيروح انهبت الابنوستيك سنتر فكنترول سويتش اوف بوينت اوف ريسبيريشن، او باشارات من الفيجاس نيرف اللي جايه من فين؟ من اللنج بالهيرنج براور ريفلكسز. طبعا دي بتروح على سواء على الدورزال جروب اوف نيورونز او على الابنوستيك سنتر، رايحه للاثنين. هنا على الرسم ده طبعا تحت هنا الميدالا اوبلونجاتا، هنا في الفنترال والدورزال جروب اوف نيورونز، وفي البونز
في اللور بارت ابنوستك سنتر وفي الابر بارت النيموتاكتك سنتر. ده طبعا فرينك نيرف اللي هيطلع من سبينال كورد. ونفترض معانا كمان فيجاس نيرف اللي بيعمل انهيبيشن للابنوستك سنتر. نشوف كده لو حصل ليجن ات ذا ليفل ات ليفل 1 اباف البونز. في الحالة دي برضو معانا اختيارين، هل الفيجاي انتكت لازم التو فيجاي التو فيجاي هل ما زالوا انتكت ولا عملنا لهم كت هما الاثنين؟ لو الليجن اباف ذا بونز عند ليفل 1 والفيجاي متصلين من اللنج الى الابنوستيك سنتر، خلاص نو افكت على الريسبيريشن، تنفس طبيعي تماما، انسبيريشن اكسبيريشن بالمعدل الطبيعي تماما. ده دليل على ان الاجزاء اللي في المخ اللي اعلى من هذا الليفل ملهاش علاقه بالريسبيريشن، بدليل لما تم فصلهم عن البونز وعن المضله لم يتاثر التنفس. طبعا ممكن اشياء اخرى تضيع، لكن التنفس لا يتاثر بليجنز اباف البونز على شرط يكونوا كمان التو في جاي انتكت. طيب لا، الليجن في هذا المكان ايضا بس عملنا كاتنج للتو في جاي، معدل التنفس زي ما شايفين العمق هيزيد والعدد هيقل. طبيعي طالما عمق التنفس هيزيد يبقى عدد المرات اللي هياخدها هتكون اقل، كانه الانهبيشن اللي حصل للابنوستيك سنتر اتاخر لان عليه قلنا اتنين انهبيشن، النيموتاكتيك سنتر بيطلب منه انهبيشن والفي جاي بتطلب منه كمان انهبيشن لما اللنج تمتلئ بالهواء. طب شلنا التو في جاي يبقى عليه انهبيشن واحد من النيموتاكتيك سنتر فهيتاخر شويه فهياخد نفس اعمق وهياخد عدد مرات اقل، يبقى هنقص الفريكوانسي وزياده التايدال فوليوم. طيب ده عند ليفل 1. تعالوا عند ليفل 4. ليفل 4 ليجن بيلو ذا ميدلا انفصل او انقطع الفرينك نيرف عن كل اجزاء ريسبيراتوري سنتر، هنا يتوقف التنفس. ليفل 4 يتوقف التنفس سواء الفي جاي انتكت او 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 كات. كويس، يبقى الليجن عند ليفل 1 اكد لي انه ريسبيراتوري سنتر او الاجزاء الاعلى من ليفل 1 ملهاش علاقه بالتنفس، وليجن عند ليفل 4 بياكد لي ان ما يخص التنفس اعلى من الليفل ده من ليفل 4، لان لما حصل قطع في هذا المكان توقف التنفس، اذا المسؤول عن التنفس اعلى من الخط ده. فكده عرفنا ان مراكز التنفس بين الخطين دول بين 1 وبين 4. طيب ليجن بين البونز والميدلا عند ليفل 3 فصلنا الميدلري سنترز عن البونتاين سنترز، فقلنا الميدلري سنتر بتعمل بيزك ريزم اوف ريسبيريشن نورمال انسبيريشن ونورمال اكسبيريشن، والفنترال جروب اوف نيرونز بتعمل الفورسد انسبيريشن والفورسد اكسبيريشن. فالواقع التنفس هيظل شغال لكن بصوره irregular. شايفين كده الانتظام ما بين واحده والثانيه؟ لا، ساعات يكونوا بعاد عن بعض، ساعات يكونوا ايه قريبين من بعض، تبعد عن بعض وتقترب من بعض، سواء برضو في جاي انتكت او كانوا قط. بيسموا صوره النفس بالشكل ده جاسبنج، وجاسبنج ليها وصف معين بيبقى شورت انسبيريشن مع برولونجد اكسبيريشن. وده في الواقع بيحصل لما مش بس ينفصل المضلة عن البونز، لا كمان مع انخفاض نسبة الأكسجين الدشارج اوف البريبولزينجر كومبليكس بيتحول للصورة الجاسبينج. فاحنا بالنسبة لنا انه جاسبينج دي هتحصل مع انخفاض مستوى الأكسجين، لكن بمجرد قطع او فصل المضلة عن البونز بتفقد الكنترول الخاص بالنيموتاكتيك سنتر والأبنوستيك سنتر على الدورزال والفنترال جروب اوف نيرونز، فيترتب عليها irregular breathing، وواضح معانا ان في irregularity حتى مع وجود الجاسبنج breathing. طيب ليجن في الميدل بارت اوف ذا بونز عند ليفل 2 ان اتفصل النيموتاكتيك سنتر عن الابنوستيك سنتر، لكن ما زال الابنوستيك سنتر على اتصال بالدورزال جروب اوف نيرونز، يبقى بيعمل لها continuous excitation لكن فقد الانهبيشن اللي عليه بالابنوستيك سنتر. لو كان ما زال في انهبيشن بالفيجاي، ما زالوا الفيجاي انتكت، يبقى فقد واحد من الانهبيتورز، يبقى نفس الصوره اللي هنا، تنفس عميق تمام، لكن يبقى تايدال فوليوم زياده لكن نقص عدد المرات.
يعني كأن التو انهيبيتورز اللي على الادنوستيك سنتر، النيموتاكتيك سنتر والفيجاي، لو واحد منهم راح ده او ده هيخلي التنفس عدد المرات اقل لكن الديبس اوف ريسبيريشن هيزيد. لو الاثنين متصلين الاثنين عاملين انهيبيشن خلاص نورمال بريثنج. لو الاثنين راحوا اتفصل النيموتاكتيك سنتر عن الادنوستيك سنتر وكمان عملنا كاتنج اوف بوث فيجاي، كده اختفى كل الانهيبيشن اللي على الادنوستيك سنتر، فهيعمل كونتينيوس اكسايتيشن، يعمل انسبيريشن وتستمر في انسبيريشن، توقف نفسه في ديب انسبيريشن الى ان يحدث اكزوهوشن لعضلات الانسبيريشن، فيروح عامل بريف اكسبيريشن ويروح داخل تاني على طول في انسبيريشن، فيسموه ابنوستيك بريثينج. ابنوستيك بريثينج وهو تنفس لا يصلح للحياة. يبقى مرة أخرى، لو cutting above the bones no effect على respiration، طبعا لو كانوا الفيجاي intact، لو كانوا الفيجاي cut يبقى في نقص في الفريكوانسي مع زيادة في tidal volume. cut below the medulla stop breathing حتى الفيجاي لو كانوا intact أو كانوا cut. cut separating pneumotactic center عن الابنوستيك center في الحالة دي، لو كان الفيجاي ما زالوا intact هيبقى ايه slow deep respiration، أما لو كانوا التو فيجاي كمان حصل لهم cut هيدي ابنوستيك بريثنج. كات بين البونز والميدلة يخلي التنفس الريجولر، ولو انخفض الاكسجين يصبح كمان جاسبينج. وصف الجاسبينج بريف انسبيريشن وبرولونجد اكسبيريشن. شوف بعد كده الريجوليشن اوف ريسبيريشن اللي بينظم الديشارج من ريسبيراتوري سنتر. يمكن عرفنا واحده موضوع الهيرنج براور ريفلكسز. ممكن نقسم الكنترول او ريجوليشن على الريسبيريشن الى نوعين كبار، كيميكال ريجوليشن وهو الاهم، ونون كيميكال ريجوليشن او النيرفس ريجوليشن. الكيميكال ريجوليشن معتمد على وظيفه الجهاز التنفسي من التخلص من السي او 2 وتوفير الاكسجين والتخلص من الهيدروجين. فاذا حصل ارتفاع في مستوى السي او 2 في الدم او زياده في مستوى الهيدروجين والاثنين مرتبطين ببعض، زاد الـ CO2 بيزيد الهيدروجين، زاد الهيدروجين بيزيد معاه الـ CO2، أو حصل نقص في مستوى الأكسجين، في الحالتين بيحصل stimulation of respiration. تمام؟ يبقى الـ chemical control بيعتمد على مستوى الـ CO2 والأكسجين والهيدروجين أيونز في الدم، بالإضافة إلى وجود non-chemical regulation أو nervous regulation. نبدأ بالأهم وهو الـ chemical control. الكيميكال كنترول معتمد على وجود كيمو ريسبتورز، مستقبلات كيميائية دي بتحس بمستوى السي او 2 والهيدروجين ومستوى الاكسجين في الدم. يمكن ذكروا معنا مع بلوك الكارديوفاسكولار ان كان في السيركيوليشن حاجة اسمها الكيمو ريسبتور، اللي هي الارتيريال كيمو ريسبتور او البريفرال كيمو ريسبتورز الموجودين كسمول باديز اراوند الارش اوف ذا اورتا في الاماكن السنترال زي كده، وعند البايفوركيشن اوف الكومون كاروتيد. ودي كانت بتحس بمستوى السي او 2 والهيدروجين والاكسجين الموجود في الاورطة يعني قبل توزيعه على التيشوز، ومعلومة اخرى عن مستوى الاكسجين والسي او 2 والهيدروجين اللي دخل في الانترنال كاروتيد اللي رايح على البرين، وبعد كده تنتقل باشارات عصبية الى ريسبيراتوري سنتر، ده اللي هي البريفرال كيمو سنتر. لكن في ايضا داخل ريسبيراتوري سنتر او في المضلة اللي ممكن نسميها سنترال كيمو ريسبتورز، ودي مركزية داخل البرين او تسمى كيمو سنسيتيف اريا اوف ريسبيراتوري سنتر، مكان من ضمن ريسبيراتوري سنتر دوره سنسوري ديتكت مستوى السي او 2 والهيدروجين ومستوى الاكسجين اللي وصل فعليا الى البرين. يبقى كده بيوصل للريسبيراتوري سنتر معلومة عن مستوى السي او 2 والهيدروجين والاكسجين من ثلاث مصادر، من الدم وهو حاليا في الأورطة، من الدم اللي دخل في الانترنال كاروتيد، الدم اللي وصل فعليا الى البرين. لو حس بارتفاع في مستوى السي او 2 او الهيدروجين او نقص الاكسجين يبدا ينشط الريسبيريشن للتخلص من السي او 2 وتوفير الاكسجين. طيب نشوف اول قصه، لو حصل زياده في مستوى السي او 2، زاد السي او 2 هيبدا ينشط الريسبيريشن فيعمل ووش للسي او 2، يستمر في تنشيط الريسبيريشن الى ان يعود مستوى السي او 2 الى النورمال مره اخرى.
كام النورمال بي سي او 2؟ خدناه زمان 40 مليمتر ميركوري في الارتيريال بلاد. كلامنا دايما هنا على الارتيريال. لو حصل نقص في مستوى السي او 2، لو انا عملت هايبر فنتيليشن ورحت عملت ووش للسي او 2 وانخفض مستوى السي او 2، هيجبرني على التوقف. نقص السي او 2 انهبيت الريسبيريشن الى ان يتراكم السي او 2 مره اخرى ويعود الى النورمال ليفلز مره اخرى. احنا البي سي او 2 في الالفيولار اير حوالي 40 مليمتر ميركري، ده واحنا بنتنفس الانسبايرد اير العادي في الاتموسفير اللي هو بيحتوي على 4% من تركيبه سي او 2. طبعا بيتضاف له سي او 2 ديفيوجن من الدم. طيب لو احنا اتنفسنا هواء يحتوي على نسبة سي او 2 اعلى، هيبدأ البي سي او 2 في الالفيولار اير يعلى، يزيد عن الاربعين. هو في الفينس بلاد كام؟ 46. يبقى كده الديفرنس او البريشر جريدينت بين البي سي او 2 في الالفيولاي والبي سي او 2 في الفينس بلاد بدأ يقل، وزي ما اخدنا في محاضرة الديفيوجن. يبقى كده معدل الديفيوجن اوف سي او 2 من الفينس بلاد او من البلمونري كابيلاريز الى الالفيولاي مع نقص البريشر جريدينت هيبدا يقل السي او 2 ديفيوجن، فيبدا يرتفع مستوى السي او 2 في الدم. تمام. يبقى ده لو احنا لو واحد بدا يتنفس هواء في نسبه سي او 2 اعلى من النورمال. كام النورمال؟ 4%. معانا ممكن نتنفس هواء لغايه 7% من تركيبه سي او 2. بشوف معانا ايه ريزيرف واسع جدا. لو ارتفع السي او 2 في الدم او في الهواء، هيرتفع في الدم بسبب ارتفاع البي سي او 2 في الالفيولار اير، فيقل البريشر جريدينت بين البي سي او 2 في الفينس بلاد والبي سي او 2 في الالفيولار اير، فمعدل الديفيوجن اوف سي او 2 هيقل، فيرتفع مستوى السي او 2 في الدم. ولما يرتفع ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يحصل الكلام ده. لما يرتفع السي او 2 يروح ستيموليت الريسبيريشن ويبدا يتخلص من السي او 2، واقيس السي او 2 الاقيه نورمال او سلايتلي اليفيتد. يبقى لو دخلنا وتنفسنا هواء، دخلنا على مكان فيه سي او 2 عالي لغايه 7%، هننهد، معدل التنفس هيزيد، بس اشوف الدم السي او 2 اللي فيه هيطلع نورمال. يبقى كده نجح ريسبيراتوري سنتر في التخلص من السي او 2 الزياده اللي دخل بتنشيط الريسبيريشن، بس اخرنا على 7% دي. لو اتنفسنا هواء في اكتر من كده 9% سي او 2 او اكتر، لا هنا هيرتفع مستوى السي او 2 في الالفيولار اير لمستوى قد لا يسمح بالديفيوجن من الفينس للالفيولار اير، بل بالعكس كده ممكن السي او 2 يبقى في الالفيولار اير اعلى من الفينس بلاد ويبدا ديفيوز الى الدم فيرتفع اكتر واكتر. والسي او 2 لما كان بيرتفع استيموليت الريسبيريشن عند حد معين، السي او 2 لما يزيد انهبيت الريسبيريشن. النورمال بي سي او 2 40، لو زاد يزود الريسبيريشن، لو زاد ووصل ل 80 للضعف انهبيت الريسبيريشن ويبدا يدخل في دائره مفرغه. السي او 2 علي راح انهبيت الريسبيريشن، فراح بدا يتراكم السي او 2 اكتر في الدم، فارتفع السي او 2 اعلى فعمل مور انهبيشن للريسبيراتوري سنتر، وهكذا. زاد اكتر السي او 2 في الاير في الانسبايرد اير 20-30% سي او 2، هنا لا يؤدي الى كوما، يفقد الوعي. الهواء كان فيه 30-40% سي او 2، ده يحصل كومبليت اناسيزيا، يتخدر تماما، لان ممكن يغيب عن الوعي يبقى في كوما، لكن مثلا لو تشك بدبوس يحس او رياكت للبين. كومبليت اناسيزيا معناها ولا حتى رياكت للبين. لو تنفس واحد هواء 40-50% منه سي او 2 يموت. يبقى السي او 2 في البدايه بيحفز التنفس لما يعلى في الدم، لكن لو زاد عن النورمال، لو في الاتموسفير وصل 9% يبدا يعمل انهبيشن، لو في الدم وصل 80 مليمتر ميركوري يروح عامل انهبيشن. طيب بيشتغل ازاي السي او 2؟ مين اللي حس بيه؟ هل البريفرال ولا السنترال كيمو ريسبتورز؟ فالسي او 2 بحرف السي
هيحس بيه السنترال كيمو ريسبتور اللي بحرف السي، هيحس بيه البريفرال ايضا، بس هو المور سنسيتيف والمور باورفول في انه يحس بالسي او 2 هي السنترال كيمو ريسبتور. وكده بنحس ان جهاز تنفسي مصمم للتخلص من السي او 2. شفنا اللنج كان الديفيوجن كوفيشنت بتاع السي او 2 فيها 22 ضعف الاكسجين، فاللنج مصممه للتخلص من السي او 2 اكتر من انها تو بروفايد الاكسجين. ريسبيراتوري سنتر حساس لزياده السي او 2 اكتر ما هو حساس لنقص الاكسجين. لكن عشان الريسبيراتوري سنتر يشعر بالسي او 2 لازم بيتحول لهيدروجين ايونز اولا، والهيدروجين ايونز هي اللي بتعمل ستيموليشن للسنترال كيمو ريسبتورز. اما الهيدروجين اللي اتكون في الدم كان نوت ديفيوز الى السنترال كيمو ريسبتور لانه كان نوت ديفيوز من البلاد برين بارير، وبيشتغل فقط على البريفرال كيمو ريسبتورز. نشوف على الرسم احسن. يبقى معانا اهو في الدم معانا سي او 2 عالي ومعانا هيدروجين. الهيدروجين كان نوت كروس بلاد برين بارير، ما يقدرش يعدي البلاد برين بارير، وبالتالي السنترال كيمو ريسبتورز اللي في البرين لا تشعر بالهيدروجين في الدم. طب زياده الهيدروجين في الدم ازاي بتنشط الريسبيريشن؟ بتشتغل فقط على البريفرال كيمو ريسبتورز اللي عند الاورتيك بوديز والكاروتيد بوديز. اما السي او 2 لا، كان ديفيوز من البلاد برين بارير ويصل للسي اس اف، وفي السي اس اف هنا بيدوب في الميه في وجود انزيم كربونيك انهيدريز بيدي حمض كربونيك ينحل الى هيدروجين وبيكربونيت، والهيدروجين اللي فورمت بسبب دخول السي او 2 الهيدروجين هو اللي كان ستيموليت السنترال كيمو ريسبتورز. يبقى ازاي السي او 2 بينشط الريسبيريشن او السنترال كيمو ريسبتور؟ انه لازم يتحول لهيدروجين. اما الهيدروجين اللي اتكون في الدم كان نوت كروس بلاد برين بارير. يبقى كده لما نتكلم على السي او 2 الهيدروجين شغالين على السنترال ولا على البريفرال؟ فالسي او 2 شغال على الاثنين سنترال والبريفرال، لكنه اقوى على السنترال كيمو ريسبتورز. اما الهيدروجين اللي فورمت في الدم اكت اونلي على البريفرال كيمو ريسبتورز. طيب الاكسجين، نقص الاكسجين هو اللي ينشط الريسبيريشن، لكنه اضعف في تاثيره من زياده السي او 2. يعني لما يحصل تعارض، طب معانا نقص في الاكسجين مع نقص في السي او 2، اقول لا السي او 2 هو كلامه اللي يكسب. الاكسجين لاك شغال مينلي على البريفرال كيمو ريسبتور، يبقى عكس السي او 2، السي او 2 كان مينلي على السنترال كيمو ريسبتورز، الاكسجين مينلي على البريفرال كيمو ريسبتورز. تمام، لكن مش اي نقص في الاكسجين ينشط الريسبيريشن. الانسان يتحمل هايبوكسيا لكن لا يتحمل ارتفاع السي او 2. النورمال بي او 2 في الدم 100 مليمتر ميركل، لا ينشط التنفس الا لو انخفض البي او 2 الى 60 مليمتر ميركل. ايه السبب؟ كذا سبب. سبب متعلق بالاكسجين، خدنا مع الاكسجين ديشن كيرف ان لو البي او 2 انخفض من 100 لغايه 60 الكيرف بيكون مازال ماشي ايه الى حد ما هوريزونتال، يعني الاكسجين ساتوريشن في الدم انخفض انخفاض بسيط، لكن من تحت البي او 2 و60 بيبدا الكيرف ينزل بشكل فيرتيكال، يعني يحصل انه يفقد اكسجينه بسهوله ويقل الاكسجين ساتوريشن. يبقى معنى كده ان البي او 2 من اول النورمال من اول 100 مليمتر ميركري لغايه ما ينخفض لغايه 60 بيكون مازال الاكسجين ساتوريشن الى حد ما مناسب وكافي، فلا ينشط التنفس. طيب ده سبب متعلق بالاكسجين. في سبب متعلق بالسي او 2، انه اذا افترضنا ان واحد كان بنورمال سي او 2 في الدم وحصل انخفاض بسيط في الاكسجين، بدل ما 100 اصبح 90، نفترض انه عند 90 راح عمل اكسلريشن اوف ريسبيريشن عشان يرفع مستوى الاكسجين. طيب راح نشط التنفس، رفع الاكسجين لكن عمل ووش للسي او 2، هينخفض السي او 2، فانخفاض السي او 2 يروح انهبيت الريسبيريشن. يبقى نقص الاكسجين لن يتمكن من تنشيط الريسبيريشن، لان كل محاوله من نقص الاكسجين لتنشيط الريسبيريشن هيصاحبها ووش للسي او 2،
والسي او 2 لو حصل لهوش انهبت الريسبيريشن، وتاثير السي او 2 اقوى من تاثير الاكسجين. فلن يستطيع الاكسجين تنشيط التنفس الا لو انخفض انخفاض شديد اقل من 60 ملم ميركوري. لا، هنا الخلايا محتاجه اكسجين، وغصب عن السي او 2 لازم يحصل تنشيط للريسبيريشن. في الحاله دي هيدخل فيما يسمى الكاينستوك ريسبيريشن. يعني نتخيل واحد طلع في مكان مرتفع، لان من اسباب الكاينستوك بريثنج هو الهاي التيتيودز. تعالوا واحد طلع مكان مرتفع، ضغط الاكسجين في الاتموسفير اقل من 60 ملم ميركوري، ضغط الاكسجين في الاتموسفير اقل من 60 ملم ميركوري. طيب في الحاله دي هينخفض مستوى الاكسجين في الدم لتحت ال 60، فهيبدا يعمل اكسلريشن اوف ريسبيريشن. اثناء الهايبر فنتيليشن اللي حاصل عمال يرتفع مستوى الاكسجين، وعمال يحصل في نفس التوقيت ووش للسي او 2 اللي كان نورمال سي او 2، بيحصل له ووش فبدا ينخفض السي او 2. هيروح انخفاض السي او 2 انهبت الريسبيريشن. ليه؟ لان الاكسجين رفع عدى ال 60 فما اصبحش محفز، والسي او 2 انخفض فراح السي او 2 هو اللي كسب وراح انهبت الريسبيريشن، يروح داخل في ابنيا، توقف التنفس، ابنيا توقف التنفس. لما توقف التنفس بدأ يرتفع مستوى السي او 2 مرة أخرى إلى النورمال، ومستوى الأكسجين بدأ ينخفض مرة أخرى لغاية ما نزل تحت ال 60، راح نشط تاني ريسبيريشن، دخل تاني في هايبر فنتيليشن. يبقى إيه هو الكاينستوك ريسبيريشن؟ هي بيريودز أوف هايبر فنتيليشن alternating مع بيريودز أوف أبنيا. العيان ينهت وبعدين يدخل في أبنيا، ينهت ويدخل في أبنيا. ايه اسباب الكاينستوك؟ واحد من الاسباب هو الهاي التيتيودز. ليه؟ لان ان هاي التيتيود بس على شرط طبعا يكون مستوى الاكسجين منخفض عن ال 60 مع نورمال سي او 2. طيب نورمال سي او 2 مش محفز للريسبيريشن، انخفاض الاكسجين عن 60 محفز للريسبيريشن، فهيروح عامل هايبر فنتيليشن. اثناء الهايبر فنتيليشن هيرتفع مستوى الاكسجين، يرتفع فيتخطى ال 60 ما يصبحش محفز. وفي اثناء الهايبر فنتيليشن ووش للسي او 2، ووش للسي او 2 انهبت الريسبيريشن فيروح داخل في ابنيا. اثناء الابنيا يرتفع السي او 2 مره اخرى الى النورمال، وينخفض مستوى الاكسجين فيقل عن ال 60 فيبدا يحفز مره اخرى الريسبيريشن، فيدخل تاني في هايبر فنتيليشن. وده ملخص الكلام على الكيمو ريسبتورز السنترال موجودين في السي ان اس عند الريسبيراتوري سنتر، اما البريفرال فعند الاورتيك ارش وعند تفرع الكومون كاروتيد. حساسيتهم للسي او 2 السنترال حساسه للسي او 2، هايلي سنسيتيف للسي او 2، لكن لازم يتحول الى هيدروجين عشان تحس بيه. اما لو السي او 2 وصل ل 80 ملم ميركوري انهبت ريسبيريشن، يبقى هو في الاول محفز، لكن لو وصل ل 80 ملم ميركوري انهبت ريسبيريشن. وعلى البريفرال شغال عليها لكنه ضعيف. طب الاكسجين العكس، ضعيف على السنترال قوي على البريفرال. ايضا نقص الاكسجين ينشط اولا ريسبيريشن، لكن لو انخفاض الشديد في الاكسجين انهبت الريسبيريشن. الهيدروجين لو ارتفع في الدم لا يؤثر على السنترال كيمو ريسبتور لانه كان نوت كروس بلود برين بارير، الا لو كان الهيدروجين ده اتكون داخل البرين نفسه. فاللي اتكون في الدم اكت اونلي على البريفرال كيمو ريسبتورز. طيب من الكلام ده ايه تفسير الكونديشنز دي؟ ليه لو واحد اخد بيور اكسجين وهو اندر ديب انستيزيا ممكن نفسه يتوقف؟ او ليه لو واحد اخد بيور اكسجين وهو عنده سيفير هايبر كابنيا ممكن نفسه يتوقف وممكن يموت فيها؟ طب تعالى ناخد اول قصه ديب انستيزيا. واحد واخد مخدر ديب انستيزيا بدا يعمل تخدير للمخ، بدأ يتخدر معانا السنترال كيمو ريسبتورز اللي هي كانت حساسة للسي او 2، بدأت تتأثر بالمخدر، فأصبح الشغالة ومنتبهة حاليا هي البريفرال كيمو ريسبتورز اللي حساسة لنقص الأكسجين. طيب يبقى واحد بيعمل عملية واخد ديب أناسيزيا، الأناسيزيا عاملة سبريشن للسنترال كيمو ريسبتورز،
فاصبح حساسيه البرين عنده لارتفاع السي او 2 ضعيفه، والسنتر معتمد على الاشارات اللي بتوصل له من البريفرال كيموريسبتور الحساسه لنقص الاكسجين. فلو انا في العمليه اديته بيور اكسجين ورفعت له مستوى الاكسجين في الدم، لا ده ارتفاع مستوى الاكسجين في الدم انهبت الريسبيريشن، فممكن يتوقف التنفس بتاعه لو ادينا له بيور اكسجين. طب وايه الحل؟ ما انا لازم اديله اكسجين، فقال لي ما تدهوش بيور اكسجين، خليه 95% اكسجين ومخلوط معاه 5% سي او 2. 5% سي او 2 ده نسبه عاليه، احنا النورمال في الاتموسفير 4%، يبقى ده رقم اضعاف اضعاف النورمال. فاذا كانت البريفرال كيمو ريسبتور اقل حساسيه في السي او 2، لكن لما يكون 5% سي او 2 لا يحس بيها البريفرال كيمو ريسبتورز. طيب ده القصه الاولى، دي بقى انستيزيا. القصه الثانيه سيفير هايبر كابنيا، واحد ارتفع عنده السي او 2 في الدم، عنده لانج ديزيز، زي ما اخذنا ان اللانج ديزيز ده بيعدي بمرحلتين، ريسبيراتوري فيلير تايب 1 في هايبوكسيا اونلي، وريسبيراتوري فيلير تايب 2 هايبوكسيا مع هايبركابنيا. احنا في القصه الثانيه ده، واحد ريسبيراتوري فيلير تايب 2 عنده هايبوكسيا مع هايبركابنيا، سي او 2 عنده مرتفع تخطى 80 ملم ميركوري، كده السي او 2 ما اصبحش ستيمولاتوري، بالعكس اصبح انهبيتوري. يبقى هو وصلني المستشفى بسي او 2 عالي معدي 80 انهبيت الريسبيريشن، نفسه ضعيف، لو سبناه هيموت، ودخل في الدائره المفرغه دي، سي او 2 عالي انهبيت الريسبيريشن، فهيبدا يتراكم السي او 2 اكتر واكتر، اللي بيخليه ياخد شويه نفس حاليا انخفاض الاكسجين. دخل المستشفى، لو احنا حطيناه على اكسجين هيرتفع عنده مستوى الاكسجين فيتوقف تنفسه. سي او 2 عالي عامل انهبيشن، واكسجين كان منخفض ممشي التنفس شويه، رفعنا كمان مستوى الاكسجين، توقف كل المحفزات لايه؟ للريسبيراتوري سنتر. لكن ده حله لازم يتحط على تنفس صناعي. لازم التنفس الصناعي يبدا يمشي له التنفس بتاعه بمعدل طبيعي، يعمل ووش للسي او 2 لغايه ما ينزل السي او 2 عن ال 80، ويبدا السي او 2 بعد كده هو اللي ينشط التنفس. بعد كده معانا النون كيميكال ريجوليشن او النيرفس ريجوليشن، ده هيعتمد على امور حصلت في مكان معين في الجسم. هتروح بعت افرنت، هتبعت اشاره، تبعت سنسيشن الى ريسبيراتوري سنتر، بناء على المعلومه اللي وصلت له هيبدا يتخذ قرار اذا كان يزود معدل التنفس او يقلل معدل التنفس. هيكون حسب مصدر الاشارات دي جاي من فين، هيكون معانا اما افرنت من ريسبيراتوري سيستم نفسه، يا اما افرنت من السيركيولاتوري سيستم، يا اما افرنت من هاير سنترز تعلو ريسبيراتوري سنتر تاخد منه تدي له اوامر، او افرنت من اماكن اخرى. بحسب مصدر الاشارات من فين هنبدا باول مصدر، وهو من ريسبيراتوري سيستم. من ريسبيراتوري سيستم قد يكون من اللنج، وهي الهيرنج براور ريفلكسز اللي اتكلمنا عليهم في البدايه. يشبه الهيرنج براور ريفلكسز ريفلكسز اخرى مصدرها من الديافراجم والانتركوستال ماسلز، ان اول ما يعمل كونتراكشن في الديافراجم والانتركوستال ماسل ويكتمل الانسبيريشن بالكونتراكشن بتاعهم، بيبعت الديافراجم والانتركوستال ماسل من خلال ريسبتور فيه وهي المسل سبندل اشاره الى ريسبيراتوري سنتر، فبيفهم ان الانسبيريشن اكتمل فيتوقف ريسبيراتوري سنتر عن الاكسايتيشن، فيبدا يحصل اكسبيريشن. واول ما يحصل اكسبيريشن بريلاكسيشن في الديافراجم والانتركوستال ماسلز هيبعت اشاره اخرى، هيفهم منها السنتر انه تم الاكسبيريشن، فيبدا ينشط لبدايه انسبيريشن جديد. ثالث مكان من الريسبيراتوري سيستم هو من الابر ريسبيراتوري باسلز، من النيزال ميكوزا ومن التراكيال والبرونكيال والارينجيال ميكوزا. من النوز يحصل سنيزنج ريفلكس، لو دخل هواء في شيء اريتنت، هواء مليان تراب مليان غبار، راح عمل نيزل اريتيشن، هيحس بالاريتيشن ده الاعصاب اللي في النيزل ميكوزا في الترايجيمينال نيرف، هو السنسوري بتاع الفيس عموما، هيبعت الى ريسبيراتوري سنتر، كده هيفهم السنتر ان الهواء اللي داخل غير مرغوب فيه وانه مطلوب طرده، فهيكون رد فعله ان احنا نعمل سنيزنج.
والسنيزنج عبارة عن deep sharp inspiration followed by violent expiration من غير ما يحصل كلوجر للجلوتس، أحبال الصوتية مفتوحة طول الريفليكس، عشان ده أحد الاختلافات بين السنيزنج والكاف ريفليكس. أما الكاف ريفليكس، أول اختلاف عن السنيزنج إن ده الريتيشن في التراكية والبرونكيال والارينجيال ميكوزا، زي واحد مدخن دخل الدخان بتاع السيجارة على التراكية، عمل التراكية الارريتيشن، هيروح حاسس بيها الأعصاب اللي في التراكية، والتراكية في الثوركس، فهيكون فيجاس نيرف. يبقى تاني اختلاف الأفرنت في السنيزنج ريفليكس هو ترايجيمينال نيرف، الأفرنت في الكاف ريفليكس هو الفيجاس نيرف. هيبعت للسنتر، برضو هيفهم ان في شيء مطلوب طرده من التراكية، فهيروح عامل انسبيريشن اخف شوية من الانسبيريشن بتاع السنيزنج، ويلي سترونج اكسبيريشن ولكن ويث كلوزد جلوتس. يبقى بيحاول يطرد الهواء وهيقفل سكة الهواء، فيرتفع الانترا بالمونري بريشر الى ما يقارب ال 100 مليمتر ميركري او كمان يتخطاها، وفجأة يروح فاتح الجلوتس فيندفع الهواء بمقدار سريع ومقدار قوي وياخد معاه الاريتيتنج فورين بادي. احنا عارفين طبعا النورمال انترا بالمونري ده في حدود 1 مليمتر ميركري، لكن في اثناء الكافينج يرتفع الضغط داخل اللنج وداخل الايرويز الى اكتر من 100 مليمتر ميركري. تاني مصدر للإشارات بعيدا عن respiratory system في بعد كده من circulatory system. من circulatory system معانا الباروسيبتورز اللي بتحس بضغط الدم، واللي أخدناها مع الكارديوفاسكولار كانت stimulated بزيادة الارتيريال blood pressure، وكان أول ما تبعت إشارات إن في زيادة في blood pressure كان تأثيرها على الهارت إنه يقل heart rate، تقلل heart rate، وعلى blood pressure تعمل فازو دايلاتيشن لمحاولة إعادة بلاد بريشر للنورمال، يعني تقلل بلاد بريشر للنورمال، وكذلك على الريسبيريشن. لو حصل استيميوليشن للباروسيبتور بارتفاع بلاد بريشر هتروح بعتة انهيبيتوري امبلسز إلى ريسبيراتوري سنتر تعمل له انهيبيشن، فيقل معدل التنفس لو الضغط ارتفع. طبعا السبب إنه الريسبيراتوري موفمنت بتساعد الفينوس ريتير، فلما يرتفع ضغط الدم بيطلب من الريسبيراتوري سنتر انه يهدي معدل التنفس بحيث يقلل الفينوس ريتيرن الى الهارت عشان يحاول يقلل ضغط الدم الى النورمال. طبعا لو كان ارتفاع عالي في بلاد بريشر ممكن يؤدي الى ستوبج اوف بريثنج، لو حصل ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم فيعمل ابنيا، ده بيحصل مع الانجكشن اوف ادرينالين، فبتتسمى ادرينالين ابنيا. يبقى ايه تفسير ليه لو حد اخد ادرينالين يحس ان نفسه توقف لثواني؟ لان الادرينالين هيرفع بلاد بريشر، ستيموليت البار ريسبتورز اللي في الاورتيك ارش والكاروتيد ساينس، فيروح باعت انهيبيتوري امبلسز الى ريسبيراتوري سنتر يعمل انهيبيشن اوف ريسبيريشن فيحصل ابنيا. دي عارفين بالظبط شبه الابنيا اللي بتحصل لما واحد يدخل تحت الدش وتكون ميه بارده، بيحس نفسه توقف، اهو الادرينالين ابنيا شبه كده. بل قد يكون اصلا ان ليه النفس بيتوقف لو واحد نزل تحت الدش وميه بارده، او نط في حمام سباحه وميه بارده، لان برضو الكولد بيعمل فازو كونستريكشن فبيرفع ضغط الدم، فارتفاع ضغط الدم يروح عامل انهيبيشن اوف ريسبيريشن، تمام. والعكس برضو طبعا مع الهيموريج لو الضغط انخفض يزيد معدل التنفس، وده عدى معانا في الكارديوفاسكولار ان احد علامات الهيموريج التاكيبنيا او زياده ريسبيراتوري ريت. تاني مكان من السيركيولاتوري سيستم هو الكيموريسبتورز، وده اللي ناقشناه بالتفصيل مع الكيميكال ريجوليشن. زاد السي او 2 زاد الهيدروجين او نقص الاكسجين بيحصل اكزيتيشن اوف ريسبيريشن، وعرفنا ان السي او 2 تاثيره اكتر على السنترال كيموريسبتورز، والاكسجين تاثيره اكتر على البريفرال كيموريسبتور. اما الهيدروجين فرجنا بين الهيدروجين اللي فورم داخل الدم وهيشتغل فقط على البريفرال كيموريسبتورز، والهيدروجين اللي فورم داخل البرين واللي هيشتغل على السنترال كيمو ريسبتورز. من الرايت اتريوم في السيركيولاتوري سيستم ريفلكس ذكرناه مع الديسنيا لما اتكلمنا على الرايت سايد هارت فيلير قد يؤدي الى ديسنيا. ديستنشن للرايت اتريوم بيؤدي الى زياده في معدل الريسبيريشن.
وده ضمن مجموعه من الريفلكسز مصدرها او بدايتها من الرايت اتريوم. يمكن عدى معانا في الكارديو فاسكولار ان ديستنشن اوف رايت اتريوم بيزود الهارت ريت، سميناه هناك بمبريدج ريفلكس، عشان ايه؟ الهارت يتخلص من كل الدم اللي وصل له، يزود هارت ريت. خدنا ايضا مع الكوروناري سيركيوليشن ان ديستنشن في الرايت اتريوم هيعمل كوروناري فازو دايلاتيشن، كان ريفلكس اسمه انريبس ريفلكس، لانه طالما هيزود هارت ريت يبقى محتاج بلاد فلو اعلى فبيزود له الكوروناري بلاد فلو. كذلك لو حصل ديستنشن في الرايت اتريوم هيزيد ريسبيراتوري ريت. طب ليه يزيد معدل ريسبيريشن؟ لان اللي عمل ديستنشن الرايت اتريوم هو الفينوس ريتير، دم فينوس، ومن الرايت اتريوم هينزل على الرايت فينتريكل، هيطلع على البلمونري ارتري، ومنها على اللنج هيعمل اكسجينيشن. يبقى طالما في زياده في الفينوس ريتير والدم ده هيروح على اللنج، فبيبعت الرايت اتريوم اشاره للريسبيراتوري سنتر ان احنا هنزود معدل التنفس علشان طبعا يعمل اكسجينيشن للفينوس بلاد اللي هيوصل له ويتخلص من السي او 2 اللي هيوصل له. فبالتالي لو واحد عنده رايت سايدد هارت فيلير، رايت فينتريكل تعبان، فالدم متراكم في الرايت اتريوم وباستمرار حاصل ديستنشن في الرايت اتريوم، هيبقى باستمرار حاصل هاريسون ريفلكس، باستمرار في زياده في معدل ريسبيريشن، ده اللي اتفسر ب الديسنيا مع الرايت سايدد هارت فيلير. بعد كده افرنت من هاير سنترز، مراكز عليا تدي اوامر للريسبيراتوري سنتر من الكورتكس، التحكم الارادي، انا ممكن اراديا اعمل ابنيا، اكتم نفسي اراديا، اعمل فولنتري هايبر فنتيليشن، ازود معدل التنفس، كنترولد اكسبيراتوري ايفورت وانا بتكلم، ولو واحد مغني اثناء ما بيغني فالمقطع اللي بيتكلم بيه او هيغني مقطع معين ده بيكون اثناء اكسبيريشن، فبيبدا الكورتكس تنظم عمليه الاكسبيريشن بحيث يسمح له انه يقول الكلام اللي هو عايزه في اثناء خروج الصوت او اثناء خروج الهواء. الهايبوثالامس، وده متعلق بالحراره وبالايموشنز، فلو حصل مايلد او مودريت بين، مايلد او مودريت انكريز ان تمبريتشر، مايلد او مودريت ايموشنز يزود ريسبيراتوري ريت. عموما استيميوليشن في الانتيريور هايبوثالامس بيقلل ريسبيراتوري ريت، واستيميوليشن للبوستيريور هايبوثالامس بيزود ريسبيراتوري ريت. من السكن اتكلمنا على موضوع الكولد ريسبتورز، ان لو واحد اتعرض لكولد ميه بارده ممكن يتوقف التنفس ثم يليها ديب انسبيريشن. البين ريسبتور اتكلمنا مع البين مع الهايبوثالامس ان المايلد او مودريت بين هيزود ريسبيراتوري ريت، اما طبعا سيفير بين هيقلل ريسبيراتوري ريت. بروبريوسبتورز من الماسلز، اتكلمنا على الماسل بتاعه الديافراجم والانتركوستال، كمان الماسلز السكريتال العاديه، اثناء الحركه، اثناء المجهود، اثناء الاكسرسايز الحركه هتبعت العضلات بالبروبريوسبتورز اشارات الى ريسبيراتوري سنتر، فيفهم ان العضلات محتاجه الى اكسجين فيزود معدل التنفس. سوالوينج، اثناء وجود الاكل في الفارينكس من ضمن البروتكتيف ريفلكسز اللي بتحصل اثناء السوالوينج، واخدناها مع الجي اي تي ان بيحصل انهيبيشن اوف ريسبيريشن لتوجيه الاكل ناحيه الاسوفيجس ومنع دخوله على التراكيه. اخر مكان معانا من الديافراج، موضوع الهيكابس او الزغطة، دي عبارة عن diaphragmatic irritation. يبقى nasal irritation عمل sneezing، tracheal irritation عمل coughing، diaphragmatic irritation يعمل هيكابس. طب ايه اللي يعمل diaphragmatic irritation؟ قد يكون شيء ميكانيكال، قد يكون شيء كيميكال. ميكانيكالي منها بالdistension of the stomach تحت الديافراج، حصل لها ديستنشن هتروح عامله ديافراجماتيك اريتيشن. او من اشهر الاسباب ويمكن المعلومه الاهم هنا في الموضوع ده اليوريميا، رينال فيلير، ارتفاع مستوى اليوريا في الدم بيعمل هيكابس. حتى احيانا بتكون هي العرض الاول اللي العيان بيتشخص بيه كرينال فيلير، بدايه الاعراض وزغطه متكرره شغاله باستمرار.
يبقى ده كيميكال اريتيشن في الدايفراج باليوريميا. طيب الدايفراج حصل له اريتيشن، بعت للريسبيراتوري سنتر انه في حاجه عامله له اريتيشن ميكانيكال او كيميكال، بس طبعا يعني السنتر كانه ملوش حل، مش عارف اعمل له ايه. فبيطلب منه خلاص اذا كانت المعده عامله لك اريتيشن دايس عليك من تحت انت اضغط عليها من فوق، فبيطلب منه اعمل كونتراكشن. عمل سبازموديك كونتراكشن ويروح عامل له حركه كده غريبه، يروح عامل له كلوجر اوف جلوتس. اصل الدايفراجم لما يعمل كونتراكشن بيروح ديسين داون وورد، فبيروح يحاول يسحب هواء من الاتموسفير يعمل انسبيريشن، لا السنتر يروح ايه معاكسه، يروح عامل كلوجر اوف جلوتس فيحصل الصوت اللي بيظهر مع الزغط. طيب لو واحد دخل في اتاك من هيكابس غالبا بتختفي وحديها بعد شورت ديوريشن، او ممكن تستجيب لبريث هولدنج او اذر ميجرز ذات انكريز الارتيريال بي سي او 2. يعني كاني بحاول اشغل السنتر بشيء اهم، يعني الدايفراجم بيبعت ان في اريتيشن، لا احنا نشغله بارتفاع السي او 2، فيبدا طبعا ينتبه السنتر للسي او 2 العالي ويشغل التنفس بيه للتخلص من السي او 2 وينسى موضوع الدايفراج. او انه يشرب ميه، نفس الكلام، انه يشرب ميه، الميه شيء خطر معدي في الفارنكس، فيبدا ينتبه ان الميه تعدي على الاسوفيجس ويمنع دخولها على التراكيه، برضو ايه نشغل السنتر بحاجه زي كده فيتوقف عن رده على الدايفراج.